بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. ازيكم عاملين ايه؟ صحيين ولا نايمين؟ يبقى نايمين. مقدمه لابد منها، حاجه لازم ابدا بيها. لازم أبدأ بمقدمة، وهو اعتراف علني. روماني طلب مني أني أتكلم عن الأمانة، ولأجل الأمانة آخر واحد ممكن يتكلم عن الأمانة هو أنا، عشان نكون واضحين. اوعى تفتكروا انه اي حاجة من اللي انا هقولها دي اختبارات شخصية وحياة انا عشتها، لكنه اعتراف مني امام الله انه انا ما عشتش بالامانة اللي هو متوقعة مني. واذا كان طلب مني النهاردة ان انا اتكلم عن الامانة فده الاحتياجي ليها. فانا بلاقي نفسي اول كرسي كل كلمة هتتوجه النهاردة مش موجهة ليكوا بقدر ما هي موجهة لشخصي أنا، لأنه فعلا أنا حسيت أن أنا في الموازين إلى فوق لما ابتديت أحضر الموضوع ده. فهو غالبا هي زي بيقول لي اصحى فوق لنفسك، اعرف أنت فين. فدي مقدمة لازم أقولها عشان نبقى واضحين. متفقين؟ طيب الحمد لله. ايه هي الأمانة بقى؟ عايزين ناخد وندي مع بعض كده، عشان أنا الحقيقة فضلت أسأل ايه هي الأمانة؟ ايه هي الأمانة؟ حد كده يقول لنا ايه هي الأمانة؟ ايه هي تعريف الأمانة؟ اتفضلي. هي وصية في الكتاب المقدس. وفسر الجهد بعد الجهد بالماء. ما الأمانة هي الأمانة. طب ايه بقى؟ ايه هي الأمانة؟ حد يقول لنا. يعني ايه المفروض؟ اتفضل. يعني الأمانة الواحد كل ما بيكون في شغل معين وبتاع يعمله بإخلاص وبصدق ويبذل فينا ويكون أمين في العمل اللي ربنا أداه. ما هو يكون أمين بقى إيه يعني؟ يعني إيه؟ يعمله بصدق؟ يعمله بصدق وبجهد وتفاني. عشان يعني ربنا حطه في الحاجات دي عشان يشتغل فيها ويبذل يعني يبين نفسه فيها. رائع. أنتوا موافقين على الكلام اللي اتقال؟ طب حد عايز يضيف حاجة؟ عايز حد يشيل حاجة؟ حد معترض على الكلام اللي اتقال؟ ها؟ في حد كان بيقول حاجة؟ ها؟ كلنا متفقين؟ يا يا لا؟ متفقين؟ طب الحمد لله. طيب ايه أهمية الأمانة؟ عشان ايه؟ ايه ليه انا لازم ابقى امين يعني؟ لان هي موجوده والقلب صافي ودعاء الوالدين موجودين كمان. ايه بقى انا ايه اهميه الامانه؟ اتفضل. الانسان لما يكون امين على وزن ربنا بيديها له بينشدح من سيده زي ما قال المسيح في المثل بتاع الوزنان. كنت امينا في القليل واقيما على الكثير. دي اول نقطه، انك انت لما ربنا بيأتمنك على عمل معين او اي رساله في حياتك وتعملها بامانه تاخد الجعاله من ربنا قبل ما تاخد الجزاء الارضي، تاخد مكافاه ان ربنا هيكافئك على عملك بامانه. هيكافئك على عملك بأمانة. موافقين على الكلام اللي اتقال؟ لأن ده كلام الكتاب المقدس. لا لا ماليش دعوة بقى، سيبك كلام، أنا مالي بالكلام. احنا خلينا كده على مستوانا، احنا كده على القعدة بتاعتنا الحلوة دي. القعدة بتاعتنا لها الجايد اللي احنا الستاندر اللي احنا بنلبسها فيه. جميل. طيب موافقين على الكلام اللي اتقال؟ طبعا. كله موافق؟ طيب طيب ايه بقى لازمه السؤال؟ ايه لازمه الاجابه؟ في حد هنا؟ في حد رفع ايده ورا؟
يعني انا لما بعمل الحاجه بامانه فانا يعني دي اهميه الامانه. طب افرضي ان انا راجل يعني لغايه ما حضرت الموضوع ده كنت راضي عن نفسي جدا. يعني هنا ده عمران ورضا 100% يعني. فلو كده انا يعني ما كنتش عايش بامانه. فيعني برضه انا حامد وراضي عن نفسي جدا. في حراميه بيسرقوا استرها يا رب. وراضي عن نفسه جدا. ضمير الواسع ده ضميره ده جميل حاجه. ايه بقى اهميه الامانه غير اللي اتقال؟ حضرتك اسمك اشرف. غير الاستاذ اشرف قاله بقى ايه اهميه الامانه؟ يعني ايه يعني ماشي يعني هنصلي وهنصوم يعني كله تمام. يعني بصوا انا هصلي وهصوم وهروح اعترف وهتناول وكل ما يعني اعيش كده بقله امانه هروح اعترف يعني وهتوب. واوعدك يا رب انه المره الجايه انا هعمل شغل 100%. حياه سعيده. ايه بقى اهميه الامانه؟ ده الكلام بقى اللي يوجع. اتفضل. تبين القلب الصادق. طيب. اتفضل. قدسي؟ اهو انت اللي قدسك وستين قدسك. انا يتقال لي قدسي. نبوءة. كان حلو كان حلو. ايه الامانه من مفهوم مسيحي ولا الامانه باي مفهوم يخطر على قلبك؟ كان الموضوع مفهوم جدا. فاكر في الكتاب بتاع رهب اكل، كان في حد معدي وغلط وقع الجزره فاكل الجزره، اثنين اكلوها يعني يمكن القصه وهميه بس اثنين اكلوها. راهب حد وغلط واحد مشي عادي الدنيا مفضله، دخل قلايته وفضل يعيط فيما حصل من الجزره اللي وقعت دي. ففكره الامانه كان الموضوع مضطرب جدا لان حصل مش كده ولا ايه؟ يلا يا راجل بقى خلينا كده نعيش على يعني انا بص انا ضميري يعني عارف حلو قوي مفيش عندي اي مشكله. فالضمير مطاط وتمام التمام وانا كده انا راضي عن نفسي. طيب هقول لك بقى حاجه. اتفضل. الضمير من منظور كتابي هو المين التاني. طب يعني معلش اخوك مش فاهم يعني اشرح لي. يعني مش تعمل بس اللي عليك، لا انت تعمل بزياده شويه، تعمل اللي استمر. يا عم بس نعمل اللي علينا. يا عم كتر خير، احنا نمشي بس الميل الاولاني ونبقى نشوف موضوع الميل الثاني. حضرتك اتفضل. نعم؟ ما اعملش حاجه تخدم ربنا، كلام جميل قوي. طيب. وزن اداها لنا ربنا. طيب هنتكلم مع بعض. ايه هي عكس الامانه؟ سرقه. في حاجه تانيه؟ خيانه. في حاجة تانية؟ الغش. في حاجة تالتة؟ أو رابعة؟ عدم المحبة. عدم المحبة. احنا بقى هنلوش في كل حتة. أنتوا عارفين؟ في ربنا يسوع المسيح في إنجيل لوقا إصحاح 16 عدد 10. الأمين، اسمعوا الآية دي. الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، ونقط في القليل نقط أيضا في الكثير، يبقى عكسها. يا ترى ربنا يسوع المسيح حط إيه بدل النقط اللي أنا قلتها؟ الظالم. مين الظالم اللي قالها؟ أستاذ صح الظالم.
تخيلوا انه في رؤية ربنا يسوع المسيح انه عكس الامين ظالم. وكيل الظلم مثلا ده هو فعلا فهم مثل وكيل الظلم ده مظبوط. بس عايزين احنا محتاجين نفهم. هحكي لكم كم حكاية. حكايتين. الحكاية الأولانية حصلت. هاي الحكايات كلها حكايتي أنا. حكايات شخصية. في مرة وأنا شاب صغير لقيت شنطة. فالشنطة دي فتحتها لقيتها متروسة فلوس. وبعد كده فطبعا أنا يعني كنت شاب صغير ونفسي أخد الفلوس يعني. بس لقيت كارت في الكارت ده مكتوب اسم صاحب ال... فروحت واخد الفلوس ورحت اديتها له. فالراجل أعجب بي جدا وراح مديني نص الفلوس وراح عيني مدير لشركاته وجوزني بنته. أكمل؟ طيب احكي لكم قصه تانية يمكن دي ما نفعتش. من مده قريت وانا برضو طالب قريت كتاب خلونا نركز بقى الله يخليكم. قريت كتاب لأبونا لوقا سيدروس اسمه رائحة المسيح. رائحة المسيح في حياة أبرار معاصرين. وكان بيحكي على شاب ودي قصة حقيقية. كان بيحكي على شاب كان في كلية هندسة اسكندرية وكان المتنيح أبونا بشوي كامل كان بيروح يفتقد الشباب اللي هم اللي جايين يدرسوا هناك يعني المغتربين يعني. هو كان شاب غلبان كان في كلية هندسة وبالرغم ان هو كان انسان ملتزم جدا في حياته وكان يعني انسان مسيحي بجد يعني لكن كان متعثر شوية في الدراسة. ففي سنة من السنين سقط سنتين ورا بعض. انتوا عارفين اللي بيسقط سنتين بيعمل سنة ثالثة اسمها اكسترنال يعني ما بيحضرش محاضرات. السنة ديت لو سقط فيها خلاص مش هيكمل في الكورس ويبتدي بقى يدور على كلية نظرية. وكانوا بيصلوا له يعني هو الإنسان متدين وكان كل الناس اللي حواليه عارفين خطورة الموقف فكانوا بيصلوا له. دخل مادة من ضمن المواد اللي هو كان ودخل الامتحان وكان في دكتور هو رئيس القسم. الدكتور ده حط امتحان صعب قوي. فطبعا كل الطلبة في اللجنة كانوا مشدودين وعمل الامتحان صعب قوي. في دخلة الدكتور اللي هو الوضع الامتحان اللي هو رئيس القسم. فلما قالوا لهم في ايه قالوا الامتحان صعب جدا واحنا مش عارفين نحل. فقال لهم طيب بصوا يعني ايه صرفوا نفسكم بنفسكم وراح واخد المراقبين وطلع بره. فابتدوا الطلبة بقى يساعدوا بعض. بلاش يغشوا دي. ابتدوا يساعدوا بعض. عشان ما احبش كلمة. كويس. هو انسان مسيحي راح كاتب اللي يعرفه ورفض ان هو يغش. فاخد الورقة حوالي في نص الوقت وراح طالع. فالدكتور شافه قال له انت جاي ايه تعمل ايه؟ قال له انا خلصت اللي انا اعرفه. فالدكتور بص في ورقه الاجابه قال له الاجابات دي ما تنجحتش. قال له معلش هو ده اللي انا اعرفه. قال له خش جوه. هو كان راجل طف شويه. قال له خش جوه وشوف زمايلك. هو طبعا رئيس القسم فاهم ان الامتحان صعب. شوف زمايلك ويعني تصرف معاهم. فقال له ضميري مش سامح لي ان انا اعمل حاجه زي كده. فطبعا قال له ايه ضميرك ايه؟ قال له انت مين يعني انت فاكر نفسك ايه؟ قال له بص انا انسان مسيحي
ومش قادر اعمل كده, مش قادر ان انا اغش, انا حاسس ان هو ده. فالدكتور بص له كده باعجاب وقال له بص انا ما شفتش النموذج ده قبل كده, وراح معلم على الورقه انه ناجح, ونجحه فعلا. انا قريت القصه ديت وانا في الجامعه, اعجبت بيها وفرحت بالامانه, دخلت الامتحان مش مذاكره ورحت مسلم الورقه فاضيه, رحت ساقط. ومن ساعتها ما بقاش في امانه. اشمعنى في القصه الاولانيه اول واحد قال لي ايه ده, ده فيلم دوت, انت قلت فيلم باين, وانا ما صدقتوش القصه الاولانيه, بس القصه الثانيه صدقتوها على طول. ايه الفرق؟ ليه القصه الاولانيه طلعت وهميه؟ اه انت قلت وهميه. وليه القصه الثانيه واقعيه؟ طبعا هما الاثنين من تاليف انا بالمناسبه يعني. بس هي قصه اللي هي القصه الاولانيه بتاعت كتاب ابونا سيدروس دي قصه حقيقيه, دي مكتوبه في الكتاب بجد, يعني قصه الشاب بتاع هندسه اسكندريه دي قصه حقيقيه. لكن الجزء بقى اللي انا ضفته ده من عندنا. ليه صحيح صدقنا القصه الثانيه وما صدقناش القصه الاولانيه, وايه المشكله؟ كلام جميل قوي. ليه ايه عدم منطقيتها؟ هل بعيد عن ربنا؟ اشمعنى؟ طب والموضوع الثاني ما هو برضه مش منطقي ان واحد يسلم الورقه فاضيه واخد بالك, او ما حلل فيها ما يكفيش لنجاحه يعني ربنا ملوش دعوه بالقصه. ما هو بصوا يا ربنا بيكافئ يا ما بيكافئش, ما ارسلكوا بقى على حل, انا تعبت منكم. احيانا بندخل ربنا في حاجات وقت لا انت خليك. طب ندخله ولا ما ندخلوش؟ هو انا هكون صاحب مبدا حياتي يا اما وبليف ان جاد وهنمشي بالايمان فعلا اللي خلى بطرس يمشي على الميه واللي خلى الفتية في قدوم النار ما يحرقوش, لان خلاص هنخلي ربنا على جنب وهنمشي بضوابط العالم. طب وافرض ان انه الفتية دخلوا واتحرقوا, ربنا رد كده صح صح؟ لا ما هو يعني بصوا يعني الشهداء كان فيه نوعين. انا جه في بالي موضوع المواقف اللي عماله تحصل في دير عم بصمويل. طب ليه يا رب انت بتسمح بكده؟ مثلا ما انت قادر تحمي. صح. ايه الحكمه؟ ايه الحكمه؟ دي ناس راح تاخد بركه في مكان. انت قادر انك تحميهم. طب ايه بقى يعني ندخل ربنا ولا ما ندخلوش؟ ما انا ما فهمتش. يعني انا مش قادر اتخيل انا يعني ادخل ربنا ولا ما ادخلوش؟ ربنا هو ضابط الكل. ادخله ولا ما ادخلوش؟ ادخله. مش مزاجنا. ادخله ولا ما طب ادخله ولا ما ادخلوش؟ لازم احط ربنا في حياتنا دايما. طيب. معلش انا بصوا انا عمال بحكي لكم كده شويه حاجات كده من اطوره وبعد كده هنلم الموضوع, يعني ما تقلقوش الموضوع هيتلم, بس اصبروا. انا بس عايز ابعتر الدنيا كده وبعد كده نوضبها. اخر حاجه, لا مش اخر حاجه هقولها, لا انا لسه هقول كتير. اخر حاجه هسالها لكم, مين عنده اولاد هنا؟ كلنا. طب الحمد لله. جه ابنك خد بالك في يير 12 قال لك بص انا مش عايز اذاكر. ليه يا حبيبي؟ اصل كل الفصل مش عايزين يذاكروا, وبعد كده انا شكلي بقى زباله وسطهم, يعني ايه انت اللي عامل نفسك فلوطه, انت بتذاكر من ورانا ومش عايز يذاكر, هتقول له ايه؟ بيقلدهم. عايز يقلدهم, هتقول له ايه؟ عايز حد من الشباب الحليوه اللي قاعد هناك ده كده, ها ايه رايكم؟ هتقول له ايه؟
لا تخيل كده، اسرح بخيالك. كبرت بقى مش عايزه، مش عايزه تذاكر. هتقولوا ايه؟ اتفضلي. وانا بما اني مريت من 12، رائع، انا من قبل يير 12 من ساعه ما كانوا راضين ان هم يذاكروا من ابتدائي، خدت الكتب وحطيتها في الزباله وقلت بس ليه نوجع قلبنا بلاها مذاكره. جميل. ومن يومها هم بيذاكروا والاثنين دخلوا مدرسه. طب تسقيف امال بقى عشان الكلام. طيب بصوا معلش، غير الخبره اللذيذه ديت، طب غير الخبره العجيبه ديت، يعني خلينا انت هتوافق على الكلام اللي بيتقال؟ هل موقف ابنك لما يجي يقول لك انه العيال دي بيتريقوا عليا لان انا بذاكر وان انا فانا مش هذاكر، هل ده موقف سليم؟ لا. ها؟ مش هتقدر تعدي يعني ايه؟ لازم هتعمل ايه؟ في اكشن، لازم يبقى في اكشن، صح؟ ابنك صح ولا غلط؟ غلط. متاكدين؟ طبعا. كلنا متاكدين؟ في مستقبل، ده مستقبل، مذاكره مستقبل، يعني جميل. خليكم فاكرين بقى كل الحاجات اللي احنا قلناها. ادوني كده 20 minutes هتكلم معاكم شوية، بس افتكروا كل حاجة احنا اتكلمنا فيها لانه هنربط كل اللي فات. هقرا معاكم مثل الوزنات اللي كلكم اشرتوا اليه في الاجابات. من إنجيل لوقا إصحاح 19 هقرأ من عدد 11، ومن فضلكم ركزوا في كل كلمة لأنه إحنا محتاجين نفهم كلمة ربنا. وإذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلا، لأنه كان قريب من أورشليم وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال. فقال: إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع. لا سوري معلش أنا آسف. لا 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 سوري انا هقراها من انجيل متى، مش هقراها من انجيل لوقا، انا اسف. انجيل متى اصحاح 25 من اول عدد 14، الجزء اللي احنا يمكن عارفينه. وكانما انسان مسافر دعا عبيده وسلمهم امواله، فاعطى واحدا 5 وزنات واخر وزنتين واخر وزنه، كل واحد على قدر طاقته، وسافر للوقت. فمضى الذي أخذ 5 وزنات وتاجر بها فربح 5 وزنات أخر، وهكذا الذي أخذ 2 ربح أيضا 2 أخريين. وأما الذي أخذ 1 فمضى وحفر في الأرض وأخفى فضة سيده. وبعد زمان طويل أتى سيد أولئك العبيد وحاسبهم، فجاء الذي أخذ 5 وزنات وقدم 5 وزنات أخر قائلا: يا سيد، 5 وزنات سلمتني، هوذا 5 وزنات أخر ربحتها فوقها. فقال له سيده: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. ثم جاء الذي أخذ 2 وقال: يا سيد، 2 سلمتني، هوذا 2 أخريان ربحتهما فوقهما. قال له سيده: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. ثم جاء أيضا الذي أخذ 1 وقال: يا سيد، عرفت أنك إنسان قاسٍ، تحصد حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تبذر.
فخفت ومضيت وأخفيت وزنتك في الأرض، هو ذا الذي لك؟ فأجاب سيده وقال له: أيها العبد الشرير والكسلان، عرفت أني أحصد حيث لم أزرع وأجمع من حيث لم أبذر، فكان ينبغي أن تضع فضتي عند الصيارفة، فعند مجيئي كنت آخذ الذي لي معربا، فخذوا منها الوزنة، فخذوا منه الوزنة وأعطوها للذي له العشر وزنات، لأن كل من له يعطى فيزاد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه، والمجد لله دائما أبدين. المثل ده هو محور حياتنا كلها، وبيمثل بالنسبة لنا تحدي كبير. ده عقد بيني وبين ربنا، ربنا هيديني وزنات معينة، الوزنات ديت شروط العقد ان انا اتاجر بيها واربح. اللي هيتاجر ويربح يبقى في نظر الله حاجتين: صالح وايه؟ وامين. نعما ايها العبد الصالح والامين. يبقى اللي هينفذ بنود العقد ده عنده الاثنين، صالح وامين. اللي ما نفذش بنود العقد، اللي ما تاجرش، اللي رجع للسيد وزنته، أخدت منك وزنة، خدها يا عم ومش عايز منك حاجة، اعتبره إيه؟ شرير. انتوا عارفين إيه المشكلة؟ إنه اللي مش هيتاجر بوزنته أياً كان أسبابه هيبقى شرير. ليه هو شرير؟ لأن كل اللي فهمه عن ربنا إنه إنسان قاسي، وإنه بيحصد ما لم يزرع، وإنه هو إنسان قاسي فمش عايز منك حاجة، وده الديفينيشن بتاع الإنسان الشرير. الإنسان اللي مش قادر يفهم ربنا، اللي مش قادر يفهم ان الله شريك معاه في التجارة ديت. سر عدم أمانتي أنا كإنسان هو إنه أنا مش قادر أستوعب إنه ربنا شريك ليا، مش قادر استوعب انه بيني وبين ربنا في عقد. انا عارف معرفة عقلية زي ما انا عارف انه الله غير محدود، لكن مش قادر استوعبها، مش قادر اخد الموضوع بجد. ليه؟ اصل هو سافر، اصل انا مش شايفه، اصل هو مش جنبي، ما هو الشيء ملموس بيصغر لي كل يومين ولا بيفكرني كل ثلاثة، ولا أنا مش شايفه، أنا عارف هيجي ولا مش هيجي، أنا بعيد عنه. وكل ما القلب يبقى بعيد كل ما عدم الأمانة تزيد. كلمة الأمانة مشتقة من كلمة إيمان. اللي عنده إيمان هيبقى عنده أمانة. ليه؟ لأنه الأمانة تحدي، تحدي إيماني. الشخص اللي لقى نفسه وسط الامتحان ومش عارف الإجابة وعارف إنه لو سقط مش خلاص هيطرد من هندسة وهيدرس أي حاجة وهيضيع على ما أفتكر تقريبا كان 5 سنين من عمره علشان يدي الورق
فاضية ويتقال له انت هتسقط ويقول له أنا قابل بس عشان أحافظ على إيمان على أمانتي. إيه كمية الإيمان ده؟ تحدي. هو عارف إنه حتى لو خسر في اللحظة ديت هو كسبان. ليه كسبان؟ لأنه إيمانه إنه في حد بيزرع معاه وبيحصد معاه. هو شايف إن المسيح مش قاسي، مش هو اللي بيحصد ما لم يزرع ويجمع ما لم يبذر. لا، ده شريك معايا، ده إيده بإيدي، ده أنا عامل زي العيل الصغير اللي شايل معاه حاجة. أحد تحديات الأمانة هو إن أنا متوقع ريورد أو مكافأة هنا على الأرض. أنا هسلم الورقة بس بص يا رب، ما أنا لو سقطت يبقى ما تطلبش مني حاجة تاني بقى، أنا نفذت الوصية وإنت ما عملتش الشغل عليك. هو من إمتى كانت المكافأة قبل ما يجي السيد من السفر؟ من إمتى كانت المكافأة أن أنا لما أحط الوزنات على موائد الصارفة هيجي يبعت لي يقول لي خد 10% من المكافأة دي من المكسب اللي أنت طلعت؟ أمانة أنه ربنا لازم يقف جنبي. طب ما لو موقفش يبقى بص يبقى كده إيه؟ يبقى العقد لاغي. لا، العقد اللي بيني وبين ربنا إن المكافأة فوق. طول ما أنا بربط أمانتي بإن أنا أخد مكافأة على الأرض مش هقدر أبقى أمين، لأن في مواقف بجد هسلم الورقة فاضية وحسقط. بس أنا لازم أبقى فاهم إنه في آخر المدة هكسب 5 وزنات جداد. ده إيمان، ده إيمان، ده إيمان كبير مش سهل. فاكرين القصة اللي حكيتها لكم على الولد اللي جه لباباه ومامته قال لهم مش هذاكر، العيال بيضحكوا عليا عشان انت بتذاكر فانا قررت ان ما ذاكرش. احنا برضو بنعمل كده، احنا زي العيال الصغير. اوقات الامانة بتبقى قدام الناس في نظر الناس في تقييم الناس عبط. ايوه انا قابل ابقى عبيط، ايوه هقبل اني ابقى عبيط قدام الناس. انتوا متخيلين واحد زي ابونا فانوس دوت ما تهزقش؟ انا افتكر موقف حصل مع خالتي. زمان خالتي الله يرحمها كانت راحت الدير، وبعد كده شافت ايه الناس ملمومين على ابونا فانوس وحطت هو شرابين في ايديه وهدومه موسخه. أخذت قالت له يعني في بالها كده ايه الراجل يعني شكله كده وريحته ايه ملمومين عليه عشان ايه يعني؟ لا خلاص. بس شافت كل واحد عماله يحدف له اجبيه يحدف له صوره، فقالت خليها زيهم يعني. فراحت حدفه له البتاع، فهو كتب لها آية: آمنت لذلك تكلمت، أنا اتضعت جدا. الراجل ده تهزق كتير، كان في نظر الناس عبيط، لكن هو كان فاهم ان هو بيهرب لأنه عشان عنده فضائل كتيرة فكان بيحاول يخفيها. احنا يمكن ما عندناش فضائل، لكنه لو انا هتمسك بالامانة وابقى في نظر الناس ان انا غبي ان انا عبيط ان انا ساذج، هو ده هيبقى صليبي، لانه انا مش هاخد برضو المكافأة على الارض. مفيش منطق يقول انه رأي التلاميذ فيا
زملاتي في الفصل رأيهم فيا أهم من رأي المدرس. التلاميذ ممكن يقولوا لي أنت بتحل المسألة غلط، بس المدرس بيقول لي أنت بتحلها صح. أسمع كلام مين؟ ده تحدي. احنا بنتكلم كتير قوي على البير بريشر، بس احنا عايشينه وخاضعين للبير بريشر. في مثل في الكتاب المقدس، المثل ده صعب قوي، اللي هو اصحاب الساعه 11. خرج رب البيت بيطلب عبيد يشتغلوا عنده في الكرم. خرج في الساعة الأولانية خد شوية، وخرج في الساعة الثانية خد شوية، وبعد كده لما جه حاسبهم لغاية الساعة 11 بس اشتغلوا ساعة واحدة. فراح مساويهم باللي اشتغلوا طول النهار طول اليوم. هل ده منطق؟ طيب خلينا كده بمنتهى الأمانة، احنا كلنا قاعدين وكلنا كنا الناس اللي اشتغلنا من البداية، من اول ساعة، من اول ما نزل السوق وكلنا ايه راح مشغلنا واشتغلنا ال 12 ساعة معاه وراح مدلنا دينار. لو جه مرة تانية يطلب مننا نشتغل عنده هنشتغل؟ أشكرك من أجل أمانتك، أشكرك من أجل أمانتك. هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة. الإنسان الأمين هيشتغل مرة تانية، لكن العالم هيقول لك لا. عشان كده احنا أوقات كتيرة قوي بنحكم بمنظور العالم، احنا بنفلسف الأمور. واحد زي يوسف الصديق، تخيلوا كده واحد زي يوسف الصديق يتباع من اخواته ويترمي في البير، لا يترمي في البير الاول بعد كده يتباع من اخواته، وبعد كده يروح مصر ويدوبك من اجل امانته يوصل لمستوى كويس، مرات سيده تتبلى عليه يترمي في السجن. ازاي الراجل ده فضل محتفظ بامانته؟ الا لو كانت الامانه مبدا، الا لو كان فاهم كويس قوي انه بدون الامانه مش هيقدر يدخل الملكوت. شوفوا الكتاب بيقول عمن ايها العبد الصالح والامين. كلمه الصلاح دي يؤخذ فيها ويرد كتير. ممكن انا اكون عندي فضائل في حاجه معينه وما عنديش فضائل في الناحيه الثانيه، فدي تعوض دي وفي الاخر ربنا يعتبرني انسان صالح. لكن امين دي ملهاش حل، دي ملهاش حل. انا لازم ابقى امين. الامانه مستويات، في ثلاث مستويات يعني بريف لكده نتكلم عليهم. مستوى أمانة ناحية الله وناحية الآخرين وناحية النفس، عاملة كده الله الآخرين النفس. عايز أسأل سؤال، احنا قلنا ان كلنا عندنا أولاد، مين فينا كان أمين في تسليم الإيمان؟ انتوا واخدين بالكم ان احنا كلنا لما جينا نعمد عيالنا وقفنا كده قدام ربنا، ده كلنا ورفعنا الاول رفعنا ايدنا الشمال وجحدنا الشيطان، وبعد كده رفعنا ايدنا اليمين. انت بترفع ايدك ليه؟ انت عامل عهد مع ربنا، ده مش هزار، ده مش هزار. ربنا ما بيهزرش في المواضيع دي. مش هتقول له لا معلش معلش يا رب ومعلش فوتها بقى المره دي، ما اصل بص يا رب اصل انت مش واخد بالك، انت مش فاهم، انا عندي ظروف،
انا عندي اصل بشتغل هعمل ايه؟ طب اكل العيال منين؟ طب ربنا هيقبل عذر من العذر ديت؟ فين تسليم؟ فين امانتنا في تسليم الايمان؟ كم مره واحد كم مره قعدنا مع عيالنا نفهم ايه هو الايمان الارثوذكسي، ايه هو التثليث والتوحيد، ايه هو الايمان والاعمال، ايه هو الكنيسه، ايه هو القداس، ايه هي الطقوس، ايه هي الاسرار السبعه؟ ولا احنا الامانه بالنسبه لنا ان انا اخد ابني واروح ارميه المدرسه الاحد نص ساعه كل اسبوع ويبقى انا كده غسلت ايديا؟ هل هو ده الامانه؟ هل هو ده العهد اللي انا وقفت قدام ربنا ورفعت ايدي وقلت له اطمن يا رب؟ ده كلام رجاله، انا رافع ايدي امامك، ما انا حقدان على الكلام ده، ما دي وزنه. ولا هو الوزنات اهو كلام عمالين نرط فيه ونقوله؟ انا بقول الكلام ده لنفسي قبل ما بقوله لاي حد. هل الامانه ان انا افضل اقول كلام ولما يبقى فيه اسئله جاوب انا بعمل ايه؟ انا بعمل ايه؟ امانتي ناحيه الله ان انا اسلم ايمانه لاولادي، ان انا اميك شور انه لو جه حد حط مسدس في دماغ ابني، ابني هيقول له دوس على الزناد مش هغير ايماني. دي مسؤوليتي، مش مسؤوليه الكنيسه، مش مسؤوليه مدرس مدرس الاحد، مسؤوليه بابا وماما. وزنتك مع الناس، ايه احساسك بالاخر لما ربنا حطك في جسد الكنيسة واعتبرك عضو واعتبرني عضو في جسد المسيح؟ يعني اداني وزنة. انا مصدق الكلام دوت ولا ده كلام بس بنضحك بيه؟ يعني بولس الرسول كده بس بيه يعني كلام لطيف ومنمق عشان لما نتناقش مع ناس من ديانات تانية نقعد لا بس خد بالك احنا عندنا كذا وعد. احنا بنعيش الكلام ده ولا ما بنعيشوش؟ انا بستر على اخويا ولا ما بسترش؟ انا حاسس ان اخويا ده جسد واحد ولا لا؟ انا بأدي دوري في الجسد الواحد، بخدم ولا ما بخدمش؟ ولما بخدم بخدم الجزء اللي على مزاجي ولا الجزء اللي على مزاج ربنا؟ بحسب الوزن المعطى ليا ولا بحسب الوزن اللي انا متخيل ان انا اخدتها؟ كم واحد فينا قاعد قدام ربنا وقال له يا رب اكشف لي ماذا تريد يا رب ان افعل؟ اخبرني يا من تحبه نفسي، اين ترعى؟ اين تربط عند الظهير؟ انت فين يا رب؟ اعمل ايه؟ في شغلي كم واحد فينا قرر ان انا هشتغل حتى بالرغم انه المدير بتاعي سخيف، حتى وان كنت انا ما باخدش حقي، لان انا ليا ايمان ان انا هاخده من فوق. بصوا انا ما بعملهاش عشان نكون واضحين، يعني انا اكون امين معاكم بقى، انا ما بعملهاش بس انا هبتدي اعملها وربنا يساعدني. هقف مره وهتكعبل مرتين بس مش حاسبها، لانه الله هينظر للكعبله اللي انا بتكعبلها ويقول لي حبيبي اقف اقف، لك اقول قم، رجلي تتشد. بس احيانا الناس بتخور في الطريق. وماله ثق تماما انه لو انت وانا حاسين انه معانا المسيح ماشي، لو انا فاهم ان الطريق ده هو الطريق والحق والحياة، حتى لو خرت مين هيقومني غيره؟ القضية قضية ايمانية من الطراز الاول، تحديات الايمان في كل وقت وفي كل زمان. النجاح مش نجاح من الطلبة، مش من الناس اللي حواليا، نجاح من فوق، هي دي النتيجة. احنا بنسقط كتير علشان لما بدي ورقة الإجابة ما بديهاش للمعلم، ما بقولوش خد يا معلم، بقول خد يا فلان، خد يا علان اللي جنبي،
ايه العبط اللي انت بتعمله ده؟ وعايز اقول لكم حاجة ودي برضو بامانة، واحنا صغيرين كان قدرتنا على ان احنا نعيش بامانة اكبر من قدرتنا لما بنكبر، دي حقيقة. انا فاكر زمان اشتغلت مع مدير، لا ودي دي بجد بقى، في بداية اول ما اتخرجت، وبعد كده كان بيجي يطلب مني ان انا اجيله يوم الخميس بالليل في المكتب. فانا قلت له بص انا عندي خدمة مش هقدر اسيبها. ايه خدمة ايه بقى ومش عارف، هو كان مسيحي يعني، خدمة ايه بقى مش عارف ايه الكلام الفارغ ده. فقلت له بص انت من مصلحتك ان انا افضل في الخدمة. قال لي ليه يعني؟ قلت له ما اصل لو بطلت اروح الخدمة هسرقك. ايه ما هو كان بيتسرق، هو ايه اللي هيوقفني عن ان انا اسرقه غير هو اللي فوق؟ قلت له انت من مصلحة. قال لي ايه بطل فلسفة ومش عارف ايه. لكن بعد كده لما جيت قلت له ان انا مسافر، قال لي، هو كان عنده اولاد صغيرين وكان في حياته كده كانت مشكله كبيره، يعني خلافات، ابوه توفى وهو صغير وقرايبه سرقوهم يعني، فتربى طف يعني، فهو خايف على اولاده لان هم صغيرين. فكان بيقول لي انا لو جرالي حاجه انا مش هلاقي حد استأمنه على الشركة ديت، مين هيربي لي ولادي؟ ارجوك ما تسافرش. مع انه كان بيقرفني كل يوم خميس عشان اروح وانا مصمم. زمان والواحد صغير كان القلب اخضر كنا نقدر نقايس، دلوقتي المخ اشتغل والخبرات السيئة اشتغلت والحسابات اشتغلت والعيال واصل الاوفر تايم واصل لازم واصل فيهم لون وانا لازم اسدد ومش عارف ايه، ونفضل نحسبها ونضيع امانتنا. اعرف كده واعرف كده، انا بقول لنفسي انه النجاح في اخر السنة مش من اعمال السنة، لكن النجاح من كلمة السيد. مش أصحابي في الفصل هم اللي يقول لي إذا كنت ناجح ولا مش ناجح، لكن السيد يوم ما يقول لي نعم من أيها العبد الصالح والأمين. آخر حاجة عايز أقولها لكم، الأمانة مع الذات. أنا عايز أسأل سؤال وهختم على طول، كم واحد فينا بيجي الاجتماع او بيجي المؤتمر وهو يقول له بص يا رب انا عايز اخد منك حاجة، عايز اخد منك رسالة؟ تعرفين احنا ايه؟ انا من الحاجات اللي دايما اقولها، احنا جالنا تخمة من المعرفة لكن ما بنعيش اللي احنا بنعرفه. نسمع وعظات وعظات، وابونا داود لمعي قال، وابونا ارميا بولس قال، وابونا مش عارف مين قال، وبقينا عندنا كده رانكينج، لو ابونا داود لمعي قال يبقى ده خلاص، بس ما بعيش حاجة. فين امانتي انا في ان انا ادور على نجاح حياتي الروحية، ان انا ادور على خلاصي، ان انا جاهد من اجل خلاصي؟ ثلاث حاجات افتكروهم، امانتك ناحية الله في ولادك في اسرتك، دي الحاجات. في حاجات كتيرة ممكن نتكلم فيها بس انا يمكن دوت الحاجات اللي على قلبي او ان انا اتكلم فيها. امانتك ناحية انك انت تسلم هذا الايمان اللي استلمته في يوم من الايام، ازاي تسلمه لاولادك،
أمانتك من ناحية جسد المسيح والوزنات مش اللي انت متخيل انها عندك. انا ما عنديش وزنات. والتواضع المغلوط الغريب اللي احنا اللي دخل في دماغتنا ده. وتالت حاجة أمانتك ناحية نفسك. ربنا يدينا نعمة انه في يوم من الايام نقف امامه ونسمع صوته بيقول لنا نعما ايها العبد الصالح الامين. ساعتها تاخد الشهادة انك ناجح. نجحت في كل شيء حتى لو كانت حياتنا على الارض هنا متعبة. لكن بالايمان ننظر المسيح ماشي معانا نقى ونقوم تاني. اوعوا تفتكروا ان الايمان كده لمبة بتتولع وخلصنا. لا. ده طريق بنعيش فيه. طريق وحق وحياة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.